سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين، نسلط من خلالها الضوء على الاقبال المتزايد في مصلحه او فروع مصلحه الجوازات والاتهامات الموجهه للعاملين بالتلاعب وتاخير معاملات الناس. من حين لآخر تتجدد مشكلة الجوازات في عدد من الفروع لأسباب متكررة، أبرزها نفاذ كمية الدفاتر، وأحياناً لأسباب فنية تتعلق بتعطل بعض التقنيات أو مالية من جهة المؤسسات ذاتها. في المقابل يواجه الناس متاعب جمة في رحلة الحصول على الجواز، لعل شريحة المرضى وكبار السن والنساء أكثر الفئات معاناة لما يستدعيه قطع السفر إلى المحافظات الأخرى، رحلات طويلة وتكاليف إقامة ومصروفات، ومن ثم طوابير قد تستغرق أسابيع. وفي ذات السياق تحصل أو في هذا السياق أيضا تحضر الاتهامات بالفساد الإداري والمالي وأيضا المحسوبية التي يستثمرها بعض السماسرة. في حلقتنا نناقش أسباب استمرار هذه المعاناة وسبل الحل الممكنة لمواجهتها، وللحديث عن ذلك سيكون معنا من تعز عبر الأقمار الصناعية الناشط منصور الأصبحي، ومن مأرب سيكون معنا رئيس فرع مصلحة الجوازات عبد السلام البشيري، ومن مأرب أيضا الصحفي عدنان الشهاب. أبدأ وأرحب بضيفي من تعز عبر الأقمار الصناعية الناشط، سيكون معنا منصور الأصبحي. سيد منصور، أسعد الله مساك بكل خير. أسعد الله مساكم بكل خير، وكل المشاهدين بكل خير وعافية وصحة وسلام إن شاء الله. أهلا بك سيد منصور. نتحدث اليوم عن مشكلة الجوازات المتفاقمة، والتي يعني كلما يعني شعر الناس بانفراجة تعود الأزمة للواجهة من جديد. كيف تنظر لطبيعة هذه المشكلة؟ في البداية نتكلم عن الجواز بصفته أو باعتباره الهوية، وباعتباره كينونة، وباعتباره الوطن، وباعتباره أيضا رسالة أو وجه، وباعتباره يمثل اللوحة اليمنية الحالية في الوقت الحاضر. يعني أي إعاقات، أي إشكالات أو أي تعقيدات تحصل في الجواز اليمني هي أساسا في الهوية اليمنية، وفي الكينونة اليمنية نفسها، يعني في الوطنية اليمنية نفسها. فالتعقيدات الموجودة الآن ربما قد تكون بسبب الحرب، ربما قد تكون بسبب الفساد، ربما قد تكون بسبب أشياء فنية وأشياء تقنية وأشياء أخرى، لكن بالمجمل على الدولة أن تظهر أقل حاجة بالممكن من خلال توفير الحد الأدنى من وثائق السفر، وخاصة إحنا نعيش في حالة حرب، نعيش في حالة حرب. فالمواطن أو في اليمني اللي ما يموتش في الحرب بيموت في الأمراض، بيموت في الصدمات النفسية بمرض الكبد الوبائي البائي، بيموت بالتلوث البيئي، بيموت بالتسمم، بيموت بسوء التغذية، بيموت أشياء كثيرة ربما تواجه، أو مخاطر كثيرة تواجه المواطن اليمني، المجتمع بشكل عام. اليوم اليمن تقريبا ليست ربما مشكلة الجواز ربما فقط تفضح الفساد المستشري في أروقة الشرعية، وفي أروقة الحوثي، وفي أروقة التحالف نفسه اللي مش قادر ربما يوجد حل ولو قدري لمعاناة الشعب اليمني. لكن سيد منصور، والمجتمع اليمني اليوم وأنا يعني نعم دعنا نتحدث في المشكلة بشكلها الواضح والعام. يعني ربما في جميع الدول وفي الوضع الطبيعي في أي فرع أو مركز لإصدار الجوازات ربما تصدر باليوم 100 أو 200 أو 300 جواز، لكن كما تصل الأنباء من بعض الفروع بأن الدوام يصل إلى 24 ساعة، يعني طول اليوم، والناس مداومين ويصدر باليوم أكثر من 1000 جواز. يعني ألا تعد المشكلة أيضا في تدافع الناس بهذه الكثافة لطلب الجوازات، بالتالي يجب على الناس التعقل قليلا، يعني لان يعني في الاخير نقول انه في بعض الحالات تكون الدوله قائمه بالواجب على اتم وجه. اتفهمك،
أتفهمك تماما يعني. فالآن إحنا أمام الصباح أمام مصلحة الجوازات، تشوف آلاف الناس، طوابير طويلة عريضة، طوابير مهولة جدا أمام مصلحة الجوازات. يعني تقريبا الكمية اللي خصصت لتعز 10,000 جواز، نعم، أمام الطلبات الموجودة، أمام التراكم في طلبات الناس لها من بداية الانقطاع. يعني تقريبا تعز في 17 أكتوبر 2017 مع تدشين مركز الإصدار الآلي بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز قباري ووفد حكومي، فكان في تفاؤل من الناس وكان في أمل من الناس، إنه طبعا هو بالأخير يمثل سيادة، طبعا مصلحة الجواز جزء من سيادة كبيرة يعني. فكان الناس بدأوا يتفاؤلوا، فمن اللحظة اللي انقطعت فيها إصدار الجوازات أو توقفت إصدار الجوازات تراكمت طلبات الناس. يعني الأمل اللي كان موجود، أمل الناس اللي كان موجود في الحصول على وثيقة سفر، تقريبا أحبط الناس في فترة من الفترات في لحظة الانقطاع الجوازات، فتراكمت الطلبات، تراكمت الطلبات بشكل مهول جدا يعني. فالآن تقريبا 10,000 اللي خصصت لتعز، يعني احنا كنا نسمع انه الدولة او مصلحة الجوازات بتطبع 1,000,000 وثيقة او 1,000,000 ورقة الكترونية، 1,000,000 جواز يعني. نعم. فاليوم يجي يقول لك 10,000 لتعز. كذلك ايضا هناك كانت وعود سيد منصور، هناك في عندما تم الحديث عن الطبعة، أيوة طبعاً، الأخيرة للجوازات، لا تنسى كانت هناك وعود من الحكومة بانه قد تم علاج هذه المشكلة بشكل تام وبالتالي لن تتكرر، ومع ذلك للأسف تكررت المشكلة من جديد. تتكرر وتتكرر أصلاً، تكررت وبتتكرر وبتسبب أيضاً مزيد من المشاكل والاحتقانات الموجودة يعني اليوم. نعم. كثير لكن من الناس بالنسبة لفرع تعز سيد منصور، يطلبوا بالنسبة لفرع تعز، ألا يعد هذا الفرع يعني معذور يعني فيما يتعرض له من يعني لا نقول حملة وإنما استياء الناس من الفرع بسبب أنه عدم حصولهم على جوازات بشكل مستعجل؟ وكما تأتي المعلومات من تعز أن الفرع أيضا يصدر ما يقارب 1,400 جواز، بمعنى رقم كبير، وهذا يعني مقارنة ببقية الفروع أعلى رقم سجل في مسألة إصدار الجوازات. أي نعم نعم، أنا أتفهمك يعني. فتعز في حجم وفي ضغط عالي على تعز في إصدار الجوازات. مسألة الجانب في جوانب فساد وفي كذا وفي سماسرة وفي كذا موجودين في كل مكان، مش عارف إيش في تعز، ربما هي واحدة من المناطق أو واحدة من المحافظات اللي تمارس الفساد مثل غيره في مسألة الجوازات يعني، نقصدي يعني. لكن بالأخير أنا أولا رسالة أوجه رسالة شكر للعاملين في مصلحة الجوازات، رسالة شكر كبيرة يعني، يبذلوا جهود جبارة سواء في تقنية العمل نفسه أو في توفير وسيلة أسهل للمواطنين في الحصول على الجوازات. أيضا في فترة من الفترات كان تعز في فترة الحرب في عدن، كانت تعز ربما هي أيضا جزء من الحل في مناطق جنوبية، رغم أنه كان في موجود في شبوة في كذا في غيره وفي مارب، لكن في تعز كان الأقرب تقريبا إلى عدن. فتعز تعاني معاناة كبيرة، أولا من عدم توفير الكمية الموجودة، عدم توفير الكمية، حجم الطلبات المتزايدة بشكل مهول جدا جدا، أيضا حتى البطائق الشخصية الموجودة اللي من خلالها تستخرج وثيقة الجواز نفسه يعني، البطائق الشخصية تقريبا نادرا ما تجد في كثير من المديريات الموجودة في تعز. أنا أكلمك عن تعز يعني، كثير من المديريات الموجودة في تعز لا تتوفر فيها العظمة، عظمة البطائق الشخصية، وإذا توفرت تقريبا يقطعوها في صنعاء. في مشكلة هنا يجب أن نركز عليها يعني، يفترض أن نركز عليها، وحكومة الشرعية يفترض أن تركز عليها. لا زالت البطائق الشخصية أكمل في معك صنعاء. الكثير من النقاط سيد منصور، سأعود إليك بعد قليل. في إشكالات كثيرة، ربما في إشكالات كثيرة. جميل جميل، إذا تكرم بالبقاء معي. سأشرك معنا الآن في الحديث، سينضم إلينا من مأرب عبر الهاتف الصحفي عدنان الشهاب. سيد عدنان مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين أخي. أهلا بك سيد عدنان. نتحدث اليوم عن أزمة الجوازات، ويعني الكثير من الشكاوى، الناس يشكون بشكل كبير من تفاقم هذه المشكلة. ما طبيعة المعاناة التي يعانيها الناس من طالبي الجوازات بنظرك؟ طبعا يعني الوضع إنساني في المقام الأول، هو يتركز في البداية يعني اولا السفر الى مأرب بحد ذاته يعني صعوبه جدا، ايضا ما يلاقيه
تزاحم كبير امام مبنى الفرع، الهيئه، الحصول على الجواز، غلاء المعيشه هنا في مارب، السكن، يعني امور كثيره، قضايا يعني كثيره يواجهها. ومعظم هؤلاء الذين يقطعون الجوازات هم يعني باحثين عن فرصه عمل في سواء في السعوديه او غيرها، او مرضى يعني حتى انه بعض الاحيان وصل الحصول على الجواز ربما احيانا اصعب من الحصول على فيزا العمل تقريبا كما يقول البعض. نعم، لكن سيد عدنان يعني لو شاهدنا هنا فيديو خاص بالبرنامج يعرض، يعني حالة الناس صعبة جدا، يعني ناس يتوافدون بالآلاف ومقيمين إقامة على أبواب مصلحة الجوازات، ما الذي يدفع الناس لهذا الإقبال الكثيف؟ يعني نعرف أن الوضع هو وضع حرب والحالة استثنائية، ولكن أن تأتي لقطع جواز وتظل لشهر مرابط أمام المصلحة ربما شيء صعب للغاية. صحيح، يعني بحسب أنا بعض التقيت بعض يعني الطالبين على الجوازات، يعني معظمهم إن لم يكن كلهم، معظمهم يعني لديهم فرص عمل أو فيزا تقبل للسعودية. المرتبة الثانية يأتي مرضى أو يعني مرضى أو يعني يريدون علاج في الخارج. هذه ابرز يعني ابرز الاسباب، لكن هناك ايضا حاجه اللي هي التي هي يعني اغلاق الان الفرع في الجوازات مارب، يتحمل يعني المحافظات كامل، محافظات الجمهوريه، وهو اكبر العوائق التي يواجهها اداره جوازات مارب كما يقولون، يعني خاصه بعد انقطاع او اغلاق مكتبي تعز، فرع تعز وعدن. لكن سيد عدنان يعني البعض يرى أن تدافع الناس بهذا الشكل الكثيف هو من يعني شجع مسألة السمسرة الحاصلة، يعني يصل الجواز في بعض الأحيان إلى نصف مليون ريال، يعني شيء خيالي. صحيح، حتى نكون منصفين، يعني إدارة الفرع الهيئة الجوازات بمأرب كما يقولون أنفسهم الطالبين أو الذين يبحثون عن الجواز يقطعون الجوازات، المشكله لا تكمن في المعامله داخل فرع الهيئه، وانما المعامله سواء عند التسليم او التجمعات الكبيره التي عند بوابه الفرع، هذه هي اكبر المشكله. اما عندما يدخلون الى اداره الفرع يتم معامله هناك اليه ويعني سلسه نوعا ما كما تحدث الي بعضهم. ايضا تواصلت اليوم مع اداره الجوازات، يقول لي احد المسؤولين هناك بان الدوام يعني على مدار الساعه من 6 صباحا الى 12 منتصف الليل، وكذلك ايضا هناك اندفاع يقولوا انه غير طبيعي، يعني تشبب لهم بازدحام كبير. المشكله عندهم في اداره الجوازات بما يحدث خارج الفرع بعدم مقدرتهم على تحمل هذا العدد الزائد. نعم، إذا سيد عدنان تكرم بالبقاء معي، ومشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة هذا الاستطلاع القادم من اليمن حول مشكلة الجوازات التي يعني تتفاقم فترة بعد أخرى بشكل كبير، نشاهد سويا. يعاني المواطنين معاناة كبيرة للحصول على الجوازات، هذا الحق الذي أصبح من الصعب الحصول عليه خاصة بعد إغلاق أغلب الفروع في مناطق الشرعية لمصلحة الجوازات بعد أحداث عدن. تم فتح مصلحة الجوازات في مدينة تعز، تكبد الناس عناء كبير للوصول إلى المدينة، لسفر يستمر من 12 ساعة إلى 7 ساعات في بعض المناطق، ووصلوا إلى مدينة تعز بعد عناء كبير للحصول على جوازات، ولكن تفاجأوا أن مصلحة الجوازات توقفت عن العمل بعد فقط يومين من هذا الدوام في بسبب كما تحدثوا لنفاذ الكمية وكذلك أسباب أمنية، وهذا أسباب غير مقبولة مطلقا على الحكومة الشرعية نظر إلى المواطنين وإنهاء معاناتهم للحصول على جوازات، وهذا أبسط حق من حقوقهم. نحن في محافظة تعز هنا أحيانا تغلق مكتب الجوازات لمدة شهر شهرين أمام الناس، والطوابير مزدحمة، يعني لدرجة أنه أكثر بعض الناس يصل الليل يبدأ الطابور من المساء إلى الصباح ولا يوفق ايضا باخذ جوازات. كثير من اقاربي مثلا يعني حاولوا يعني ياخذوا، الا انه هناك مشكله كبيره، يعني معاناه كثيره يتكبدها المواطن اليمني في للحصول على الجواز، جواز السفر. هناك مرضى وهناك من لديهم اعمال و
لا يستطيعون الحصول على جواز السفر يعني بحدود أسبوع كامل لا يستطيع الحصول على جواز السفر. هنا في تعز بالأمس أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات فرع تعز عن بدء أو استئناف عملها عقب وصول 10,000 جواز، وفي اليوم التالي تعلن عن تعليق العمل. هذا ليس منطقي إطلاقا أن تنفذ كمية بحدود 10,000 جواز بيوم واحد. هناك من أتى من المحافظات الأخرى من تكبد عن السفر ومشقاته، وفي النهاية يأتي دون الحصول على جواز السفر أو لا يستطيع الحصول عليه. نتمنى من الشرعية أن تتقاب مع معاناة المواطنين وأن تقوم بتوفير دفاتر الجوازات السفر للمواطنين وتخفيف معاناتهم في هذا الجانب. المواطنين يريدون السفر إلى الخارج للحصول على العلاج، للحصول على للدراسة، للأغراض أخرى، للتجارة ولغيره، فيجب على الشرعية. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة تعز، وأعود الآن لضيفي من تعز السيد الصحفي منصور الأصبحي. سيد منصور، كان هناك تصريح يوم أمس لمدير فرع مصلحة الجوازات في تعز بأنه تم إيقاف إصدار الجوازات تماما، واليوم يتم الإعلان مجددا عن عودة إصدار الجوازات. ربما بني التصريح يوم أمس على أنه انتهت الكمية، فكيف يفهم هذا التناقض؟ أنا قلت لك يا أستاذ، قلت لك أنه التراكم الطلبات ربما فوق الكمية الموجودة، يعني هذا من ناحية. طبعا هو قد ربما قد يكونوا معذورين في هذا الجانب، لكن أيضا لا يعذر، ونشكرهم طبعا. بالبداية صورة محزنة من خلال الروبورتاج الموجودة، واللي صورة محزنة عن تعز، صورة محزنة بكل المقاييس الصدق يعني. فيفترض أولا أن الشرعية تتابع يا أخي هموم المواطنين. إيش المشكلة يعني؟ أنت تتكلم لي في عاصفة الحزم وبعدين إعادة الأمل، إيش من أمل تتكلم لي عنه وأنت مش قادر توفر لي جواز للناس يروح يتعالج؟ أقل حاجة يا أخي يكون عندهم جانب إنساني، عندهم إحساس وشعور بمسؤولية. يعني لا ندخل في تفاصيل سياسية، لكن بالأخير الكمية الموجودة في تعز يجب أن تكون شفافة. إدارة مصلحة الهجرة والجوازات في ذلك يفترض أن تكون شفافة. نعم. يفترض أن تتابع يعني على الأقل، لأنه المسألة ما إحناش في، إحنا الآن في حالة طارئة يعني 10,000 جواز. لكن هو لا أحد ينكر الجهد الطلبات كثيرة جدا يعني. سيد منصور، يعني هو لا أحد ينكر الجهد الذي يبذل، ولكن بالمقابل هناك اتهامات يعني لعل ما يدللها حديث مدير مصلحة الجوازات يوم أمس، اتهامات بالاحتكار وأيضا بالتلاعب من قبل العاملين في المصلحة، وأيضا هناك سمسرة في الأمر. هذا الأمر يعني المشكلة قائمة، وهذا الأمر أيضا يفاقمها بشكل أكبر. يعني ربما يفترض بأن هذه الجهات هي تكون أو هي من تعمل على الحد من تفاقم المشكلة، ولا تقوم بالأساس هي من تعمل على مفاقمتها. أيوة نعم، أنا قد قلت لك يفترض أن تكون شفافة، يعني أن يكون في لجنة قل حاجة. يعني لماذا لا يكون يعني لإدارة أمن محافظة تعز، لماذا لا يكون لها علاقة في هذا الموضوع؟ يعني يفترض أنه تكون شفافة، وأنه يعني إحنا يعني على علم مسبق أنه الجوازات طبعا كانت متوقفة، لكن فقط كانت اقتصرت على العملية الحرجة جدا، خاصة العملية الطارئة والعملية المستعجلة. يعني مثلا الحالة الطارئة جدا زي الأمراض، الفشل الكلوي، السرطان، المحتاجين إلى السفر بصورة مستعجلة وإلى جرح الحرب. كان يفترض ايضا ان يعني تشكل لجنه لمراقبه العمل اقل شيء، يعني لانه بالاخير اللي حاصل اليوم في تلاعب، وحاصل في سماسره يشتغلوا، وحاصل ربما خلال يوم يومين بنكتشف انه في بعض الجوازات ربما تجاوز فوق الـ50 والـ60 والـ70 والـ80 والـ100,000. يعني هو سيد منصور، يعني هو كان يفترض ان يكون معنا جهات مسؤوله يعني. هو كان يفترض ان يكون معنا جهات مسؤوله تتحدث او توضح للناس حقيقه ما يجري، ولكنهم حتى الآن يرفضون المشاركة، وبالتالي نحن يعني عملنا ما يلزم، قمنا بالتواصل معهم ولكن دون جدوى. وأيضا يعني هناك عدم مسؤولية، يعني حسب ما استمعت، لو سمعت للاستطلاع قبل قليل، ناس تتحدث من تعز بأن اليوم الأولى وصل 10,000 جواز،
واليوم الثاني يعلن عن انتهاء الكمية، وبالتالي كما هو معروف عن هذا الفرع بأنه يصدر أقصى شيء 1400 جواز في اليوم، فما الذي حدث؟ يعني هنا عدم مسؤولية في التعامل مع الناس، الناس تعاني وكما شاهدت في الصور الناس تنام أسابيع على أبواب المصلحة. فالمفترض أن تتحمل السلطات المحلية في تعز، السلطة المحلية في تعز تتحمل هذه المشكلة، يعني 10,000 في يوم واحدة يعني أنت لو حسبتها بالدقيقة، يعني لو حسبتها حسبها أيوة لو حسبتها قل حاجة يعني عملية حسابية، يعني كم معك موظفين، كم معك موظفين عشان تنفذ الكمية، يعني تنفذ كمية 10,000 جواز. يعني يفترض أنه يكون في لجنة تحقيق، الآن يكون في لجنة تحقيق ويكون في شفافية في العمل ويكون في أيضا رقابة، في رقابة يا أخي الضمير، يفترض أن يكون في ضمير. أغلب الناس الآن بحاجة إلى السفر، أغلب الناس بحاجة إلى الدواء، أغلب الناس بحاجة إلى السفر للدراسة، أغلب الناس تعطلت أعمال الناس، الحرب ربما سببت الآن في ضغط عالي، في حالة طاردة أصبحت الآن تعز، فمزيد نخترق مشاكل في مسألة الهوية ومسألة الجوازات. يعني جميل. أنا ابقى يعني باعتباري واحد من المواطنين، واحد نعم. تفضل أكمل تفضل يا أستاذ أكمل نعم. تفضل. يفترض أنا كواحد من 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 المجتمع، كواحد من المجتمع يفترض أن يتم التحقيق في هذا الأمر، ربما قد يكون هم على حق، لكن بالأخير أنا من حقي أيضا كمواطن أن أطالب أو أيضا بشفافية في هذا الجانب، يعني يشاركون حتى يعني أو يستجيبوا للتواصل معهم. ربما منتج الحلقة يحاول منذ يوم أمس وهو يتواصل بهم، أو منذ يومين يتواصل بهم ولا جدوى، يعني لا يقبلون المشاركة، وبالتالي يعني تظل عليهم مسؤولية كبيرة لإيضاح للناس أو إيضاح الحقيقة للناس وما الذي يحدث وما الذي يجري. إذا تكرم بالبقاء معي، أعود للسيد عدنان الشهاب صحفي معنا من محافظة مأرب. سيد عدنان، يعني المشكلة قائمة وواضحة فيما يعانيه الناس في مسألة الجوازات، و هناك أيضا كميات محدودة، ولكن مع ذلك أيضا هناك يعني جانب كبير تتحمله مصلحة الجوازات سواء في مأرب أو في تعز. يعني اليوم الأولى يتم التصريح عن انتهاء الكمية، وبعدها بساعات واليوم التالي يعود العمل بشكل طبيعي، تلاعب بوضع الناس شيء لا يعقل. صحيح، لكن للإنصاف يعني هنا في مأرب لم يعلن، رغم هذا العدد الهائل لم يعلن عن انتهاء الجوازات ولو مرة، حتى في عندما بلغت قبل أشهر انعدام الجوازات في معظم الفروع بقت مأرب لديها العدد، عدد الطوارئ أو العدد المطروح للطوارئ للجرحى للمرضى، هذا يحسب لهم. لكن التساهل الذي أشرت إليه أنت في حديثك، هناك تقصير ليس من إدارة أمن الجوازات أو فرع الجوازات في المحافظات، إنما حتى في الأجهزة الأمنية. أخي الكريم، الساعة 12 منتصف الليل أو الساعة 1 منتصف الليل عشرات الشباب يعني يتحركون من جولة إلى أخرى، من الشارع إلى شارع، من أجل أن يرقموهم فقط للترقيم حتى يتمكنوا لهم الثاني من الدخول أمام عبث، أمام أجهزة الأمن، أمام الشرطة، أمام الدورية. لا أحد يخاطبهم، من الذي من الذي يحرك هذا العبث، من الذي يدير هذا العمل، لا أحد يعرف. القضية لم تعد مخفية، يعني أنه أحد يذهب للمعاملة ويطلب منه كذا سرا، القضية ظهرت للإعلام، ظهرت للناس كلهم على مواقع التواصل واليوم على قناة طم الكريمة. لكن ومع هذا هناك تجاهل، لابد من 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 حصر المشكلة، من وجود حل لها، لا يجوز التلاعب بحالة الناس. بالضبط، أيضا يعني بالتحديد فرع مأرب سيد عدنان، فرع مأرب يعني كما وصفته في جوانب إيجابية كثيرة، أيضا الناس يشكون من أن أغلى الجوازات يعني تباع أو تخرج عبر هذا الفرع، ربما يعني كما يتحدث الناس أنه مبلغ يفوق النصف مليون، يعني شيء لا يعقل. النصف مليون قد يكون في 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 التكاليف الاخرى، قلت لك هنا السكن، غلاء السكن، غلاء المعيشه، والسفر من صنعاء من محافظه اخرى الى هنا يكلفهم يعني مبالغ كبيره طائله، لكنه السماسره هنا او كما تطلق عليهم هو يعني في حاله التسليم، خاصه في حاله التسليم وايضا في حاله الدخول، يعني دخول مبنى الجواز. تخيل انه احدهم يقول أنهم في الطابور من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 8 مساء لم يدخل أحد إلى فرع الجوازات، بينما العسكري الواقف على البوابة
يدخل أشخاص آخرين يأتوا بسرعة يدخلون يتمكنون من قطع الجواز ثم يغادرون. ما الذي يحدث؟ من الذي يتلاعب بهذا؟ ليس فرد، إنما هناك يعني مجموعة لها يعني أقصد لها يعني نفوذ داخل الفرع، لابد أن هم يدركون ذلك أو يعملون لها. نعم، إذن هي مشاكل كبيرة، ونحن هنا لا نكيل التهم لأي فرع، ولكن يعني نحن ننقل ما يعانيه الناس، وكنا طلبنا منهم، يعني نؤكد أننا طلبنا منهم مرات كثيرة خلال يومين ماضية أن يكونوا متواجدين كجهات مسؤولة تتحدث وتوضح للناس ما يجري، ولكنهم يرفضون ولا توجد استجابة حتى الآن. إذن سيد عدنان تكرم بالبقاء معي، نذهب الآن لمحافظة مأرب ونشاهد هذا الاستطلاع حول مشكلة الجوازات. جيدا، كذا احنا هنا حوالي أسبوعين ما في نظام، تمسك سراي وصلبونا على مكتب الضرائب ويغلقوا يطفوا الكهرباء تطفي، ولا الا معك واحد ما لاجي مصادع. الجوازات اصبحت اليوم صعبه جدا، يعني يمسك له الواحد شهر اسبوع 10 ايام 15 يوم وهو ماسك سيره هنا ما يوصل له على تعب هنا، بالله من معه وساطه يمشي بيومه، يمشي الوساطه تمشي فوق كل حاجه. والله ما هم بتعامل انهم يتعاملوا مع الناس، لكن يعني بكثره كثافه السكان والناس يعني انهم يعني محتاجين يعني الى مزيد يعني من فروع مزيد لها لكي يتعاونوا مع الناس، وان شاء الله يعني فيها امل كبير، والناس يعني والله يتحملوا كثير جوازات، شهد الله انهم يتحملوا كثير. انا الان لي حوالي نص شهر بالاحوال المدنيه طلع بيانات، وهنا لي حوالي 10 ايام اوقع يعني التوقيع الاولى، يعني اذا انا احصل على جواز اشتي شهرين ثلاثه، اشتي حوالي مليون لما انا اجيز الجواز، تعبنا بالفنادق بهذل عيش، المهم لا حصلنا على جوازات ولا على موظفين، توصل هنا التوقيع الواحد تعامل عليه اسبوع، لما توصل لكل توقيع اسبوع، يعني نريد من مدير الجوازات بان يوفر موظفين لكي يخدم الناس يعني بالعمل وبكذا ينجزوا بخلال يومين ثلاثه ايام، تعبنا يعني بهذله. والله بعد كرها وبعد معاملات اسبوع ثاني وثالث واحنا ما نجدونا، من معه واسطه نجده في اسرع وقت، قلنا هذا الحين يمكن 15 يوم و25 يوم واحنا ما حصلنا عليهم، وتعامل معامله زفت، والدخل بوابه مضربه تمسك ويجي يسجل رقمك يقول اسمك الساعه 4 الفجر يقول سجل اسمك وانا بنادي. إذن مشاهدينا هذا كان استطلاع من محافظة مأرب، ولأن الاستطلاع من محافظة مأرب أعود للصحفي عدنان الشهاب من هناك. سيد عدنان، لعلك استمعت لما قاله الناس عبر هذا الاستطلاع، أحد المواطنين يتحدث بأنه يحتاج إلى مليون ريال يمني كي ينجز جواز، وكي ينجز توقيع واحد يحتاج إلى ما يقارب أسبوع، يعني يطالبون أيضا بتوفير موظفين، كيف تنظر إلى ذلك؟ صحيح ما قاله، صحيح أنه يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مال، لكن الحل في نظري أنا أو كما قال هو أيضا بأنه قد يستطيع إدارة الفرع بإضافة موظفين أو فتح يعني شبابيك إضافية أيضا لتسليم الجوازات لأخذ المعاملة، لكن البقاء على هذا الحال مقابل الاعداد الهائله لطالبي الجوازه سيفاقم من المشكله ولن يجد لها حل، وربما سيحتاج الشخص الى اكثر من هذا الوقت للحصول على وثيقه. يعني ايضا بناء على هذا الحال سيد عدنان، لو نشاهد الصوره وكثافه الناس بالخارج، يعني والله يفترض حتى لو اقاموا خيام بالخارج وعملوا على تسهيل مصالح الناس من خلال ايجاد موظفين وحل هذه المشكله. الوضع يعني بالفعل مزري للغايه. تكرم بالبقاء معي سيد عدنان، اعود لضيفي من تعز السيد منصور الاصبحي. سيد منصور، يعني يقول مدراء الفروع في تصريحات رسميه انهم يعني يبذلون اقصى ما لديهم من جهود حتى اكثر من ما هو مطلوب، هل يعني تقتنع بحديث كهذا؟ أنا أشتقنع أولاً مسؤولي مصلحة الجوازات في تعز تحديداً، يعني في تعز أن يتابعوا تصنيفهن لترتيب الجوازات، جوازات السفر، يعني بيشوفون أنه اليمن تقبع في أسفل القائمة مع الجواز الصومالي والجواز العراقي والجواز الأفغاني،
يعني اليمن تقع في عام 2019 الآن نتكلم عن العام 2019، يعني تصور حل الترتيب اليمن في درجة 103، يعني حالة منهارة جدا، وهذا يقعده مش عارف كيف يشتغل. يا أخي قل حاجة يكون عندنا أقل حاجة إنسانية، يكون عندنا مسؤولية أقل حاجة لخدمة المواطن. يا أخي يا تخدم المواطن خدمة نظيفة أو لا تخدموش، خلوا لا تخدموش، يعني أقل حاجة لا تزيش تخسره، لا تزيش يعني تغرقه في مشاكله. يعني هو مش ناقص مشاكل من الحرب، هي من السعودية ولا من الحوثي ولا من الجواز ولا من فين يعني. بالفعل يعني يفترض أيضا يكون عندهم يا أخي شعور بمسؤولية، هذول المسؤولين يفترض أن يتابعوا العالم، يشوفوا كل حاجة، الرأي العام إيش يقول عنهم في الجوازات يفترض. طيب بالنسبة للبعض يقول بأن وزارة الداخلية، سيد منصور، البعض يقول بأن وزارة الداخلية منشغلة في السياسة أكثر من انشغالها بجانب تقديم الخدمات للمواطنين، ما رأيك في ذلك؟ في هكذا عملية، في هكذا عملية اللي نتكلم عنها عن الجوازات مرتبطة بالفساد، مرتبطة بالفلوس، مرتبطة بمافيا، شبكة مافيا تشتغل، وهي اللي ربما هي للسيادة الآن. حتى السياسة ربما لم تصبح لها طاقة حتى عند الناس، يعني إذا فشلت شو بالأخير. السياسة هي الدولة أو أي دولة في العالم هي مرتبطة بالخدمات، الدولة مرتبطة بالخدمات، يفترض أن الشرعية أيضا تفهم هذا الكلام. أما إذا حاولت تتلاعب بخدمات الناس، حاولت تغرق الناس في مشاكلهم اللي قد هم غارقين فيها، فيفترض انك انت ايضا ايش من دوله، انت ايش من دوله؟ بالاخير الدوله هي عمليه اخلاقيه اخي، ما بين الدوله والمواطن، يعني هو يكون بين المواطن، بين المجتمع والدوله حاله اخلاقيه يا اخي، لا نعبث بالمساحه الاخلاقيه ما بين الدوله والمواطن. نعم جميل، اذا ابقى معي، اعود لضيفي الصحفي عدنان الشهاب. سيد عدنان، يعني الا تعتقد بان السلطه المحليه في مأرب يعني تتحمل جزء كبير او تتحمل كامل المسؤوليه في تهيئه الظروف للمواطنين، خصوصا المرضى والذين يعانون من مشقات السفر؟ صحيح، السلطه المحليه تتحمل جزء من المشكله او معظمها لتوفير خاصه لمثل هذه الحالات العدد الكبير. ايضا يجب التوسعه، وكما اخبرني احدهم بانه الان يتم توسعه المبنى. يعني اقصد المشكله يعني انسانيه كبيره جدا، بعضهم يعني يلومون الاعلاميين لماذا هذا السكوت، يعني نحن نتجرع الالم والمراره وانتم ايضا لم تتحدثوا لم تنطقوا. لكن ومتأكدا أنه بعد هذه الحلقة أن السلطة المحلية في مأرب ستجد حل، وإدارة الجوازات أيضا، لأنه أنا لاحظت يعني قبل أيام كان هناك تأخذ مبالغ بدون سندات ومع الكتابة على تناقلها على مواقع التواصل، يعني بدأت يعني أوقفت هذه المهزلة، ثم كان يقطع سندات يعني يأخذ المبالغ بسندات رسمية مختومة من البنك المركزي في المحافظة. أقصد أن هنا يحترمون صوت الإعلام، صوت الإعلام يهمهم كثيرا، وهذه متأكد أن الرسالة ستكون وصلت سواء إلى السلطة المحلية أو إلى إدارة الجوازات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي عدنان الشهاب، كنت معنا من محافظة مأرب. ونستقبل الآن ضيفنا الصحفي يوسف قاضي، وهو مطلع على معاناة طالبي الجوازات في محافظة مأرب. سيد يوسف مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد يوسف، من وجهة نظرك ما أسباب استمرار معاناة المواطنين طالبي الجوازات؟ أعتقد أنه الأسباب الرئيسية في هذه المشاكل بالنسبة للحاصلة حاليا للجوازات والمعاناة التي يعني يلاقيها اليمنيين، يعني لها أسباب عدة، أولها أبرزها قرار الحكومة اليمنية إلغاء العمل بالجوازات الصادرة عن مناطق الحوثيين، تصدر هذا إرباك وازدحام كبير ومعاناة يعني كبيرة بالنسبة للمواطنين، السفر للسفر يعني طويلة وتنادق و يعني التعرض للمعاملة والابتزاز في نقاط التفتيش، وأحيانا الاعتقال من قبل الحوثيين. يعني هذا كان قرار يعني غير مسؤول، يعني لولا أنه
احد موظفين الجوازات نسخ او تمكن من نسخ نظام وبيانات الجوازات وسلمه للحكومه الشرعيه من السعوديه ما كان انفصلت الجوازات. الان مثلا الحوالي المدنيه ما زالت في صنعاء وتحت يد الحوثيين. طبعا نعم. المعاناه كبيره بالنسبه للمواطنين بالنسبه للسفر والاقامه والتعرض لنقاط التفتيش. والسبب الثاني كذلك فشل الحكومي في تقديم الخدمه بشكل يتناسب مع كميه الطلب. الفروع في المحافظات المحرره يعني فروع قليله، لا يوجد هناك فروع كثيره، يعني فرع محافظه لا تلبي يعني متطلبات المواطنين في المناطق الاخرى، المناطق الخاضعه تحت سلطه الحوثيين وهي الاكثر كثافه سكانيا. و يعني الفروع كثيره في مصلحه الجوازات في المحافظات تتوقف لاسابيع وربما لاشهر، يعني بسبب عدم توفر دفاتر الجوازات. يعني مثل ما الان يحصل الارتباك في تعز او حصلها في بدايه العام ونهايه العام الماضي في فرع مادب وفروع الاخرى بسبب عدم توفر الجوازات. نعم، لكن البعض يقول سيد يوسف ان يعني الدوله هي اكبر سبب او السبب الرئيس في ازمه الجوازات، يعني هي السبب في الازمه وهي ايضا يعني تغض الطرف عن مساله السمسره الحاصله. يعني ربما الامر تحول الى سوق سمسره مفتوح، يعني هناك جوازات تصدر خلال ايام معدوده لكن بمبالغ قد تصل الى مليون ريال، بينما بعض الناس المساكين يعني يقعدون اشهر بحالها امام المصالح. كيف ينظر الى هذا الامر؟ اولا دعنا نتحدث عن حقيقه او مسلمه انه الحصول على جواز سفر هو حق طبيعي لاي مواطن، وهو يعني اهم تجليات المواطنه والجنسيه بالنسبه للمواطنين. يعني اللي يحصل في بعض الفروع هو فشل اداري في استيعاب الكميات الاعداد الكثيره لطالبي الجوازات. طبعا معظم طالب الجوازات يا اما يعني او معظمهم رايحين للعلاج، اغلبهم يطلبون العلاج، ما فيش طالب الهجره او يعني لان الدول معظم الدول اغلقت الباب امام اليمنيين، لذلك الطلب هو للعلاج او بعضهم للعمره او العمل في السعوديه. فليس هناك حلول اداريه تعالج مثل هذه الازدحامات والاستيعاب وتخفيف معاناه المواطنين. مثلا في 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 معرب الناس لهم اسابيع يحاولوا الدخول، مجرد الدخول الى مصلحه الجوازات ولا يستطيعون ذلك، يعني يبداون مساربه، يساربوا في طوابير طويله ابتداء من بعد صلاه العشاء في اليوم السابق وحتى الفجر. ياتي الجنود، جنود من مصلحه الجوازات، جنود المنشات حراسه الجوازات، وتحصل مطاردات وتحصل اعاده ترتيب. يلوم من بدا الانتظار من المساء لمن جاء في الفجر، ويختاروا بشكل عشوائي 300 او 500 شخص والباقيين يرحلوا الى بيوتهم. وحتى ال 500 شخص اللي تم اختيارهم مش يعني مش اكيد. جميل، لكن في مسألة السمسرة، في مسألة السمسرة كيف يمكن التصدي ومكافحة ظاهرة الرشوة والمحسوبية والوساطة في هذا المجال، خصوصا يعني أن هذه المشكلة يعني تفاقم المشكلة الأساسية بشكل كبير؟ أعتقد هي الجوهر، جوهر الحل في هذا المجال لمكافحة المحسوبية أو مكافحة الرشوة أو السمسرة هو تسهيل الحصول على الجواز. يعني بالإمكان مضاعفة الجهد في العمل، العمل فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، زيادة عدد الشبابي، كذلك زيادة عدد الموظفين. هناك موظفين محسوبين من منتسبي وزارة الداخلية، هم من النازحين لكنهم يعني بعضهم جالسين في البيوت ونحن نازحين طبعا. وممكن توظيف اعداد جديده اذا ما فيش موظفين اخرين.
بعقود يعني عقود مؤقته حتى تنتهي هذه الازمه. يعني للعلم طبعا انه الفرع مثلا مصلحه الجوازات في معرب يلزم كل مواطن يقطع جواز انه يشتري ملف كرتوني من داخل الجوازات تقريبا ب 500 او ب 1000 ريال، وهو يعني مبلغ رمزي نوعا ما، لكن ايرادات هذه المبالغ تعود كمكافات للموظفين. المفروض ان يعني كلما زاد العمل وزاد استخراج المواطن من الجوازات كلما حصل الموظفون على مكافات اكثر، وهذا يتم انه يضاعفوا العمل يعني فترتين بدل فتره واحده، وحتى بالامكان انهم يكونوا يشتغلوا يوم السبت اللي هو يوم راحه بمقابل مكافاه اضافي لتخفيف العمل يعني. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك الصحفي يوسف قاضي، كنت معنا من محافظة مأرب، وأعود لضيفي عبر الأقمار الصناعية من تعز السيد منصور الأصبحي. سيد منصور، يعني هناك مرضى يعني وضعهم صعب للغاية، مرضى سرطان ومرضى أمراض خطيرة، يعني ربما عامل السرعة وعامل الوقت يؤثر بشكل كبير على وضعهم، والبعض يتساءل إذا كانت الدولة لم تستطع حل مشكلة الجوازات بشكل جذري، أقلها لماذا لا تعمل على تشكيل لجان للنظر في أولويات الناس وأولويات من يستحقون هذه الجوازات؟ ربما هذا الأمر يعني مغفل عنه تماما. يا أخي، يفترض أن نتجاوز مصطلحات نتمنى، يجب نقترح نوصي. يفترض الآن يلزم أن يكون في تقرير شفافية من مصلحة اللي يقرأ الجوازات، إلى أين صرفت هذه الكمية 10,000؟ يفترض يعني، ويفترض أن تشكل لجنة. يعني أنا متهمش اللي يقرأ الجوازات، هم بالأخير يقومون بخدمتهم يقومون بواجبهم، لكن بالأخير لا نعفيهم من المسؤولية. يعني أنا لا أتهم، لكن لا أعفي من المسؤولية. أقل حاجة يكون في لجنة تشكل لجنة للطوارئ، لجنة للطوارئ. أقل حاجة نعمل عملية فرز للمستحقين للجوازات، المرضى اللي عندهم يعني حالتهم طارئة جدا، خاصة الأورام، خاصة الأشياء كثيرة. فيفترض أيضا أنه تتحمل السلطة المحلية هذه. نرجع للكلام الأول، أنه لازم أن تتحمل السلطة المحلية مسؤولية صرف الكمية الموجودة في تعز، سواء ال10,000 الموجودة الآن، ولا ال10,000 اللي بتجي، ولا اللي بعده، ولا اللي قبله. يعني يفترض يا أخي أن نشعر كلنا بمسؤولية. يفترض أن نشعر كلنا. هيا تصور أمام كل هذه التراكمات المؤسفة في تعز. نعم، في مسألة السمسرة سيد منصور، يعني السمسرة ربما يعني انتعشت بشكل كبير خصوصا مع هذا الوضع، وهناك كما يقال أنهم موظفو الدولة أنفسهم مساهمين في هذا الوضع، ومسؤولون أساسا في أكثر من مصلحة هم مشاركين في هذه المسألة. كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ يعني السمسرة من فين بتجي؟ تتخيل يا أستاذ شاهدين، أنت من فين بتجي السمسرة؟ السمسرة هي أصلاً بتجي من المطبخ، من الداخل يعني. بالضبط. وبالاتفاق مع بعض السماسرة خارج، في ربما قد يكون شريك معهم مكاتب للسفريات، قد يكون معهم شركاء هنا، شركاء هنا، لكن بالأخير يفترض ألا تتكرر هذه، هذه الأشياء تشوه. تصور أمام كل هذا التشويه الموجود اللي نتكلم عنه، أو هذا التعثر الموجود اللي هذا، يعني تتفاجأ انه في بعض المطارات، في المطارات اليمنيه مثلا زي مطار صنعاء، مطار عدن، مطار سيئون، في منفذ الوديعه تتوقف بسبب مشكله في الجواز، مشكله يقول لك هذا خرج من هنا، هذا خرج من هنا. في مشاكل معقده على المجتمع اليمني اليوم، اكثر من 5,000 حاله منعوا من السفر عبر المنافذ الشرعيه، سواء مطار عدن او مطار سيئون او منفذ الوديعه. يعني اشياء مؤسفه. بالاخير يجي يقول لك انا معي قانون، القانون رقم 1291 واو دال اللي الصادر من نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه، والحوثي هنا ايضا في مشكله اضافيه معقده جدا. الحوثي يصادر اي جواز تم اصداره من المناطق الشرعيه، والشرعيه تصادر جوازات. ايش اللخبطه هذه اللي حصلت في البلد؟
يا أخي يفترض أنه اتفقوا على مبدأ يكون في إطار مرجعي لأشياء لا نختلف عليها. مسألة الحصول على هوية في مشاكل كثيرة، يفترض أنه على السعودية أن تتحمل هذه المسؤولية، على السعودية أن تتحمل هذه المسؤولية. يعني هو طالما هي اللي قبل اللي دخلت في اليمن أن عليها أن تحل الإشكال. الدول الأخرى وإن كانت هي أيضا سبب كبير فيما يحدث، لومنا في الأساس موجه لدولتنا الدولة اليمنية ووزارة الداخلية على وجه التحديد. يعني هذه الوزارة التي يفترض أن تتحمل المسؤولية الكاملة وليس جزء من المسؤولية فيما يحدث. نعم. إذن أنا وضحت الصورة. يعني أشكرك سيد منصور. نعم. جزيل الشكر. نعم. الصحفي منصور الأصبحي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، وهنا انتهى وقت الحلقة. مشاهدينا أشكر جميع ضيوفي وتقبلوا خالص تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، ومن الإعداد والتنسيق الزميل إلهام عمل، ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى في أمان الله ورعايته.